السلام عليكم البنات، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن احوال بالصحه والسلامه نتوما والاحباب ديالكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم واحد طبق ديال السرديل معمر بالبطاطا والفرماج اللي غادي يعجب الوليدات ديالكم. الوليدات الصغار ما كياكلوش بزاف السرديل، وبهذه الطريقه غادي ياكلوا لكم. كنحتاجوا فيه كيلو ديال السرديل ولا نص كيلو على حسب عدد الاشخاص، بطاطا الكميه اللي غادي تحتاجوها في الحشو، فوروها ولا بخروها، التوابل ديالنا اللي هي البزار، الخرقوم، التحميره، سكنجبير، كمون، وزيت الزيتون. كنحتاجوا بصله مشلضه، كنحتاجوا المعدنوس البنات والثومه، كنحتاجوا فيه فرماج اي نوع ديال الفرماج، وكنرافقوا بواحد السلطه اللي معروفه العاديه البسيطه ديالنا فيها مطيشه والبصله فلفله مشويه. وبالنسبه للخياره اختياريه، انا كانت عندي واستعملتها، ممكن تستغنوا عليها. الفلفله من بعد ما شويناها درنا فواحد البلاستيكه باش كتصهد وكتجيك ساهل تزولي لها داك القشره ديالها. وهذا هو الطبق اللي كنتمنى يعجبكم. دابا ندوزو للطريقه. اول حاجه البنات كنهزو البطاطا كنعسوها بهذه الطريقه بالفرشيط ولا بيديكم، كنضيفوا المعدنوس البنات، شويه زيت زيت العود ولا زيت الزيتون، شويه سكنجبير معلقه نص معلقه، شويه تحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الخرقوم الطبيعي، كنديروا شويه بصله مشلضه، وكنضيفوا البنات واحد الطريز ديال الثومه، وضيفوا البنات شويه الملحه شويه ما تكثروش، مع الفرماج كيكون مالح. دابا كندخل التوابل ديالنا في البطاطا، من بعد كنحيدوها كنخليوها على جنب. كندوزو دابا للتوابل ديال السمك، كنديرو شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه التحميره، شويه الكمون، شويه الخرقوم، على حسب الكميه ديال السرديل اللي غتستعملو. كنديرو شويه زيت العود، كنعصرو بنات نص حامضه، كنضيفو المعدنوس ديالنا، كنضيف واحد جوج دروس ديال الثومه على حسب الذوق، المهم تقدر ديرو دريس جوج، وضيفو البلاد شويه ديال الملحه، الشرموله شويه ديال الملحه ما تكثروش، وشويه ديال البصله مشلضه ما درتهاش في الاول ولكن من بعد ضفتها. كنشرملو السرديل ديالنا بهذه الطريقه على حسب الكميه اللي غنستعملو. من بعد كنهزو البطاطا كنحفر وسطها شويه، كنديرو في وسطها الفرماج الكميه اللي حبيتو، ممكن تقلو من الكميه ديال البطاطا. كنديرها في وسط السرديله، كنلوي بحال هكا على شكل سيجار، وكنفندوه الفينو ولا في كيقولوا لي قمح سبيسيال، وكندوز كنحطو في الطاوله غادي ندخلو الفران. من بعد ملي نكون دهناها بزيت الزيتون كنكملو بنفس الطريقة السرديل اللي عندنا، وكنتمنى يكون الطريقة واضحة في الفيديو.
من بعد البنات كتشرت لينا جاتت لي شويه البطاطا ودرت في وسطها فرماج بحال شكل معقوده كتجي لذيذه البنات. ونفس الطريقه هي كنفندوها في الفينو وكنحطوها في الطاوه مع السرديل. من بعد ما كملنا السرديل والبطاطا ديالنا المعقوده ديالنا كندهنها بزيت الزيتون ودابا من بعد كملنا التدهين ديال السمك كندخل الفرن يتحمر. دابا كندوزو السلطه ديالنا الخفيفه والبسيطه. ممكن ترافقوا مع اي حاجه هاد السمك، صلصه ديال الطماطم ولا زعلوك تاع الباذنجان ولا التكتوكه ولا على حسب الذوق. انا هاد المره رافقتها غير مع سلطه صغيره بسيطه على حسب الوليدات داروا بحال شكل ساندويتش وكلاوه. كنستمروا بهذه الطريقه كنشلضوا الخيار ديالنا والفلفله والبصله والطوماط ديالنا الصغيره مطيشه دابا البنات. من بعد ما كملنا قطعنا الخضر ديالنا دابا غنتبلوها بالمعدنوس شويه زيت الزيتون شويه البزار شويه الملحه شويه الكمون وشويه ديال الخل. البنات هو الطبق ديال السمك ديالنا من بعد ما خرجنا من الفرن كيجي بهذه الطريقه محمر ولذيذ. كنتمنى تجربوه البنات وهاد السلطه اللي رافقناها معها. كنتمنى البنات يعجبكم هذا الطبق وكنتمنى تجربوه غادي يعجب الوليدات ديالكم. مع السلامة البنات إلى فيديو قادم إن شاء الله.